طيبين، بدأنا الصوم. مش هسأل السؤال بقى مين صايم ومين مش صايم عشان ما احرجكوش. كل واحد كده يسأل في قلبه كده، انا ليه لسه ما صمتش لغاية دلوقتي؟ يعني حابب النهاردة أسألكو، هو حد فينا ما عندوش ضيقات او مشاكل في حياته؟ كلنا صح بلا استثناء كده، كلنا عندنا ايه، ضيقات ومشاكل. في ناس نفسيتها ضعيفة فممكن تروح اللي هم المشارين، الموضوع الجديد ده اللي موجود، او دكتور نفساني، او كل ده كويس. لكن كناس روحيين اول ما المفروض يبقى عندنا ضيقة نعمل ايه؟ عارفين قصيدة البابا شنودة بتقول ايه؟ ادخل الباب وحاجي في دجى الليل يسوع، اغلق الباب وحاجي في دجى الليل يسوع. يعني ايه؟ اتكلم مع ربنا. ادخل مخدعي واغلق بابي وابويا الذي في السماوات شايف يرى. طيب ليه لازم، احنا عندنا سؤالين، ليه لازم اتكلم مع ربنا؟ وتاني سؤال هو انا لما اتكلم مع ربنا ايه اللي هيحصل؟ هما السؤالين دول اللي هنتكلم عنهم النهارده. ليه لازم اتكلم ربنا؟ اشمعنى يعني لازم اتكلم ربنا ليه؟ هو ايه؟ مدبر اموري، تمام. هو ايه؟ قال لنا كده بيستجيب. حلو، هايل. عايز اقول اني لازم يبقى عندنا ثقة كاملة ان الله ضابط الكل. الله ضابط ايه؟ الكل، كلي القدرة، لا يعصر عليه امر. حتى الشيطان بقوة مملكته دي، الشيطان ده يبقى ايه؟ رئيس ايه؟ هذا العالم، بقوة الصليب ده بيخضع. يبقى عايزين ما ننساش ابدا ان الله ايه؟ ضابط الكل. مش فاكر انا مرة قلتها عندكم ولا لا، بس خليني اقولها مرة تانية ونحاول نحفظها يعني عشان ما ننساهاش. انا مرة حد كان واحدة بتعترف معايا، قالت لي يا ابونا انا كنت في ضيقة صعبة قوي ومشاكل صعبة، وافتكرت الكلمة اللي قدسك قلتها لي، هقولها لكم. ايه هي؟ الله ضابط الكل، ضابط الانسان وضابط الزمان وضابط ايه؟ المكان. تاني، الله ضابط الانسان، ضابط الزمان، ضابط. ربنا بيضبط كل حاجة، بيضبطنا احنا كاشخاص كخليقته، بيضبط الوقت اللي المشكلة هتتحل فيها والمخرج بتاعها موجود، هيضبط المكان اللي هتتحل فيه المشكلة والضيقة وتتحل. الله ضابط الكل. لازم يبقى عندنا إيمان بده. هو الإيمان إيه؟ الإيقان بأمور إيه؟ يعني عندي يقين، عندي ثقة إن إيه؟ ربنا قادر على كل شيء. طيب أنا ليه بقول كده؟ لأني ساعات لو حد يعني عنده معارف أو حد واصل شوية وأخوه مش عارف إيه أو قريبه مين، أو يرفع التليفون وإيه ويكلم
قبل ما افكر ان انا التجئ لمين؟ لربنا. هو ده اللي انا بقوله، ان الواحد ما عندوش ثقه ان ممكن ربنا يحل. لا، انا اشوف فلان او فلانه هي اللي ايه اللي تحل لي. لازم لما اكلم ربنا يبقى عندي الثقه دي. طيب تاني نقطه، لما اتكلم مع ربنا ايه اللي هيحصل؟ لما اتكلم ربنا ايه اللي هيحصل؟ يستجيب. ايه تاني؟ يتأنى ويستجيب. ايه تاني؟ يحل الامور. ما هو يستجيب يعني يحل الامور. يصبرنا. حلو قوي. طيب احنا هناخد اربع نقط سريعا كده، كل نقطة هنتكلم عنها حوالي 5 دقايق، مش هطول عليكم عشان الوقت. أول حاجة أحس بالراحة. تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. أحس بالراحة حتى لو المشكلة، حتى لو ما اتحلتش. كان في حد عنده مشكلة صعبة ومشاكل كانت ورا بعض، فحس بضيقة شديدة قوي. فأول ما حس بالموضوع ده قال إيه؟ أروح أقعد مع إيه؟ أب اعترافي، أتكلم معاه شوية. راح الكنيسة عشان يقعد مع أب اعترافه، قعد يسأل فين هو، فين؟ مش موجود. فلقى الكنيسة في وشه، فقال إيه؟ أخش إيه؟ أصلي. الشخص ده دخل صلى، وصلى بقلب كده وبدموع، يا رب بصرخ إليك إن أنت تحل المشكلة دي وإن أنت تديني سلام جوه قلبي. وقعد اتكلم 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 اتكلم. خلص صلاة، حس بإيه؟ براحة مش طبيعية، لدرجة إن هو خرج ففرش الكنيسة بيقول له أبونا جه. قال له لا تمام شكرا، انا بس اخش اسلم عليه. فلما دخل الاب اعترافه، سمعت ان انت بتسال عليا خير؟ لا، قال له انا خلاص مش عايز اتكلم، انا يمكن لو اتكلمت ارجع اتعب تاني، انا ربنا اداني ايه؟ الراحه والسلام، فانا ايه؟ مش محتاج. فربنا ايه؟ بيدي راحه. دي اول حاجه، اول نقطه. تاني نقطة، ربنا بيغير القلب. يوم ما أقف مع ربنا وأكلمه، ويوم ما أقف مع ربنا بقلب نقي كده وأقول له يا رب، ويمكن ممكن يعني أتخانق مع ربنا أقول له يا رب غير قلبي. مين فينا ساعات يشوف فلان أو فلانة يقفل منها ويحس بضيقة؟ ممكن ما تكونش عملت حاجة، كتير منا بيحصل ده. حتى لو فلانة دي عملت مشكلة معاكي، مين فينا ساعات لما يشوف فلانة في الكنيسة قلبه يتقبض، أو مش عايز يشوف، يعني مش عايز أقف أشوفها، أو إن أنا مش عايز أقابله، أو إن أنا مش كتير منا بيحصل ده، كتير جدا. في قصة بتحكي، بتقول إني شخص من الأشخاص كان معاه واحد في الشغل بيدبر له مكايد كده وبتاع، لدرجة ان هو ابتدى يتضايق قوي، ابتدى يتضايق لدرجة ان هو وصل لمرحلة ان هو ابتدى يكره الشخص ده. فابتدى يكره، قال انا، هو كان شماس وخادم، فقال ما دام انا شماس وخادم انا
لو وصلت لدرجة الكره أنا مش هينفع أتناول، أنا أروح لأب اعترافي وأطلب منه المشورة. راح لأب اعتراف وقال له بص يا مونة، أنا خدت على عاتقي كده إن أنا أصلي كل يوم للشخص ده وأعمل له مطانية مخصوص، كل يوم أصلي أذكر اسمه وأعمل له مطانية وهطلب معجزة من ربنا. هو الشخص ده كان بيعتبر ان اب اعترافه ده ابوه، لان ابوه توفى ومن هو صغير، فاب اعترافه ده يعتبر ابوه، يعني ابوه بالجسد. فقال له كان اكتر شخص يحبه اب اعترافه، فقال انا عايز اوصل ان انا احب الشخص ده زي ما بحبك، فانا هقعد كل يوم اصلي واعمل مطانية عشان اوصل لده. لدرجة جه بعد فترة قعد مع اب اعترافه وقال له المعجزة حصلت على فكرة. قال له هو الشخص ده ما اتغيرش، يعني هو بيعمل لي نفس المشاكل ونفس بس انا بقيت بحبه جدا، وكل ما اشوفه بقيت فعلا بحبه، وما بقاش عندي ضيقة خالص من الناحية دي. الصلاة ايه؟ غيرت الايه؟ القلب. الصلاة غيرت ايه؟ غيرت قلبي. ممكن ما تغيرش الشخص، لكن تغير قلبي تجاه ايه؟ الشخص. انا لما حد يجي يقول لي انا زعلان ومش عارف اسامح، زعلان من فلان ومش عارف اسامحه، انا اقول له او اقول لها لازم في صلاتك تذكري اسم الشخص اللي مضايقك ده او اسمها، عشان هو بيتبني جوانا حاجز نفسي كده جوه قلبي، فمجرد بس ما اسمع الاسم قلبي ايه؟ حس بضيقه. طب ده انا هقرر الاسم ده كل يوم، هعمل ايه؟ هكسر الحاجز ده سنة سنة. عشان ايه؟ اقدر ايه؟ اقابل واقدر اسامح واقدر اغفر، عشان نعمة ربنا تشتغل جوايا. نعمة ربنا ايه؟ تشتغل جوايا. ما نبقاش في صلاة الربانية اللي بنصليها في كل وقت وكل يوم والصبح وبالليل وفي الظهر وقبل الاكل، ما نجيش واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. ناس كتيره تيجي تضغم الحته دي او ايه، او تاكلها كده، عشان ايه؟ عشان مش عارفه تسامح، مش عارفه تغفر. نطلب من ربنا صلي بقلب، اعملوا مطانيات للموضوع ده، حتى لو مش هنقدر نسجد بس من جوانا. قصه تانيه على موضوع تغيير القلب ده، أبونا تدرس يعقوب مالوتي، عارفينه طبعا بتاع اسكندرية، كان بيخدم في أمريكا في ولاية من الولايات. بيحكي بيقول كان عنده اتنين زوجين كان ما بينهم مشاكل وما صنع الحداد، يعني زي ما بيقولوا، لدرجة ان هو قعد معهم حوالي 10 مرات 11 مرة وما فيش ايه؟ تغيير. فقال بصوا انا مش هقعد معاكم تاني، وهديكوا تدريب. وهديكوا ايه؟ تدريب. التدريب ده عبارة عن ايه؟ كل يوم ساعة مع ربنا صلاة وكتاب مقدس، ساعة مع ربنا صلاة وكتاب مقدس، وربنا يدبر، لو ربنا اشتغل هشوفكم تاني. المعجزة اللي حصلت اني فعلا الزوجين عملوا كده، كل يوم كان ساعة مع ربنا صلى وكتاب مقدس،
بعد شهرين الاثنين جم لابونا بدون ترتيب ميعاد لان هما ما كانوش قاعدين مع بعض، وتصالحوا الدنيا بقت زي الفل. ليه؟ سابوا ربنا يشتغل. لما صلوا صلوا بقلب، لما طلبوا طلبوا بإيمان. ربنا عمل ايه؟ غير القلب. ربنا ايه؟ غير القلب. طيب تالت نقطة، خلي بالكم ان احنا لما نصلي ممكن ربنا يقول استنى شوية، ممكن ربنا ما يلبيش الطلب، يقول لا. ليه يقول لا؟ للخير. وساعات ساعات الكتاب المقدس كده حتى بيقول ايه؟ تطلبون راضيا. ساعات اللي احنا بنطلبه مش صح. انا ساعات في القداسات، بس يعني نشكر ربنا الدنيا دلوقتي ما بقتش موجوده، لكن ساعات يجي لنا ورق، عشان كده بحب اقرا الورق اللي بتحط على المذبح. في ناس بتدعي على حد، تخيل. كاتبة ورقة مش عارف انتقم يا رب مش عارف ايه. هل دي يليق ان احنا نحطها على المذبح؟ في قصة كده رمزية، يعني ابن مامته كانت بتدلعه دلع رهيب، كل حاجة بيطلبها بإيه؟ بيلاقيها. كل حاجة بيطلبها بإيه؟ الولد كبر وجاله أخ، الأخ كبر شوية مثلا بقى عنده 6 سنين ولا حاجة، والتاني بقى عنده مثلا 3 سنين. الطفل الصغير بيلعب في حاجة الطفل الكبير، كل شوية ياخد لعبة يكسر حاجة بتاع. فهو كان كل حاجة مامته إيه؟ بتلبيها. فالواد اتخنق من الواد الصغير ده، فراح جايب سكينة وقال ماما ماما أنا مش عايز ده. تطلبون إيه؟ عشان كده مش كل الطلبات اللي احنا بنطلبها من ربنا ربنا ممكن يلبيها. ممكن يقولك اصبر شوية، ممكن يقولك ده مش وقته، ممكن يقول لك ده هيبقى مش نافع ومضر ليك او مضر ليكي. فما نزعلش، ما نقولش هو ربنا فين، هو ربنا مش سامعنا ليه، هو ربنا مش شايفنا، هو ربنا نسينا ليه. واقعد اقول ارجع باللوم على ايه؟ على ربنا. من كتر ما انا جوايا عمال يقول انا عايز الحاجه دي، زي الطفل اللي بيشبط في لعبه كده، انا عايز دي انا عايز دي، ويقعد يعيط انا عايز دي. خلي بالكو ان مش كل الطلبات ربنا بايه بيستجيب فيها. اخر حاجه عشان اختم، لما بنصلي بنشوف ايد ربنا، وبنشوف ايده قويه بذراع عزيزة زي التسبيحة كده، ايد قوية. اكتر ناس بتشوف موضوع الايد القوية دي الكهنة، يعني احنا بنشوف يمكن ابونا اكتر مني طبعا بنشوف العجب. احكي لكم حاجة حصلت لسه من يومين وقبلها مع نفس الست من حوالي شهرين. احكي لكم الاول بتاعت الشهرين دي. الست دي عندها ولد وبنت، عامله زراعه قوقعة للولد وللبنت، عندهم يعيني ما بيسمعوش كويس، فلازم قبل السن ما لو وصل لسن معين هيفقد السمع خالص، فقال ده الوقت المناسب اللي يعملوا لهم زراعه قوقعة. طبعا الست على قدها،
عملتها، نفقت الدولة وخلصت الموضوع. ست دي عندنا ابنها في مدرسة الأحد يعني. فجت في يوم قبل ما تيجي، كان عندنا حد يعني بيشتغل في دولة عربية من ولادنا يعني، فشاف الولد ده سماعة كبيرة كده باينة في ودانه بتاعه باينة يعني. فقال يا ابونا، هو ما يعرفش انه زرع قوقع، فقال يا ابونا احنا ممكن نجيب سماعة صغيرة للولد ده، شوف التكلفة ايه وبقول لي يعني لو ينفع يعني، شوف وبقى بلغني وبتاع، انا مسافر ولو كده بعت لي على الواتساب. قلت له خلاص ماشي حاضر. بصراحة يعني اخطيت، انا نسيت، ومع المشغولية ما افتكرتش. فالمهم الأم دي جت في يوم ومنهارة وبتعيط وبتقول يا ابونا السماعة عند ابني بوزت، والولد مش سامعني، وهو ما بيعرفش، وانا مش عارف اتواصل معاه، وهو مش عارف يتواصل معايا. وجايبه ابنها وهي منهاره في العياط، هي بتدي تخاطب عشان الولد ما ينساش الكلام وابتدي يتكلم. فانا خدت الولد في حضني بصراحه يعني، انا قلبي وجعني. طب بكام الحاجه دي؟ حوالي 30,000. طبعا انا اساسا مش ما كانش معايا 30 جنيه حتى. قلت لها بصي يا بنتي، احنا نصلي وربنا يتمجد، وان شاء الله ربنا يحلها من عنده. هي مشيت، وانا كان عندي اعترافات في اليوم ده وبتاع، وكان يوم زحمه، وجيت في اخر اليوم بصيت في ايه، في الواتساب، لقيت الشخص اللي كان قايل لي بعت لي على الواتساب بيقول لي يا ابونا اخبار السماعه ايه، اخبار موضوع الولد والسماعه ايه. قلت له يعني انت ربنا بعتك في الوقت المناسب، في كذا 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 كذا، بس هو المبلغ كبير، هتقدر تساعدني؟ فبعت له المبلغ يعني والفاتوره والحاجات دي. فقال لي ابونا انا لسه واخد بونص، فنشكر ربنا يعني العشور كويسه، فانا هدفع المبلغ كله. قلت له بركه. اتصلت بالست، فرحتها وهي كانت طايره من الفرح. نفس الست جات لي من يومين، سوري، ابعتت لي على الواتساب ما جات ليش حد، وبرضو يعني نفسيتها صعبه، وبتقول لي البنت برضو السماعه مش عارف حصل فيها ايه، وموضوع كان برضو بنفس المبلغ تقريبا يعني. اليوم ده لقيت حد، هو كان يعني واحدة دكتورة أعرفها بتبعت لي تحويل مثلا للمرضى لإخوة الرب كل فين وفين يعني، ممكن كل سنة مرة مثلا ولا حاجة، وتبعت لي مبلغ معين كده. المرة دي لقيتها بعتلي مرتين تحويلين بنفس القيمة بتاعت السماعة، فبعت لها قلت لها يا دكتورة الوضع واحد عندي، واحد اتنين تلاتة، ينفع استخدم المبلغ ده للحاجة دي؟ قالت لي اوي ابونا بركة كبيرة. عشان كده بقول ايد ربنا قوية، لما فعلا بنصلي بقلب نقي، وفعلا ان ربنا بيسمع وبيستجيب وبنشوف ايده في كل حاجة في حياتنا، بس نصلي. احنا كتاب كده بنقول ايه، بالصوم والصلاة كل حاجة بايه تتحل. احنا نشكر ربنا احنا صايمين، ناقص ايه؟ نصلي. فياريت نصلي عشان ربنا يستجيب ويعمل معجزات معانا، وإلهنا المجد دائما ابديا امين. نشكر ابونا تادرس، حاسس ان انتوا عايزين تاخدوا نمرة الواتساب بتاعته مش كده؟ هو حيث